17 أيام يوم اللي بعض اللبنانيين ظنوا إنه القادرين ياخذوا هذا الكيان للتطبيع مع العدو الإسرائيلي. فسحق 17 أيام وسحق من قام بهذا الاتفاق العام. نحن اليوم ب 17 أيام جديد بس على مستوى الإقليم، وهذا السيد ترامب مشرف وعم بيبطحوا عنده نفس الذين يحملون النسل والدي ان اي السياسي لمن انبطح في ذاك 17 ايام. نعم نحن في النصف في التاريخ وفي الفعل بين 17 ايار العار وبين 25 ايار يوم المقاومة والتحرير. وكما سحق 17 ايار المحلة سيسحق باذن الله 17 ايار الاقليمي والدولي، وسيولى ترامب أذياله هو ومن معه، ولن يبقى في هذه الأرض إلا من يستحق هذه الأرض. السلام على المجاهدين الأخوة المرابطين الآن عند الثغور من فلسطين إلى ريف حلب الشمالي.